اخوان السلام عليكم. اليوم احنا مع المولوع أسامة، ومشي اي أسامة، رجولة مولوع اللهم يسر. أسامة اليوم غادي يولعنا في الروتش، الناس العشاق ديال الروتش غادي نتولعوا في بعض اللقطات ديال الدريساج في الديسيبلين ديالو. المهم غناخذوا غير شي حاجه قليله وغنتولعوا مع الاخ أسامة. بالنسبه للاخ أسامة عنده واحد الصفحه اللي هي كا سعود اميغو، غادي نطاقيها لكم. قبل ما نبداو نعطيو كلمه لأسامة. أسامة حشيره ماشي، اللهم يسر لك، كي دايره الامور ديالك؟ بالنسبه للصفيحه اخويا كتلوح في الولاعه؟ اه الولاعه غيلقاو لي في اول كومونتير وغيلقاوني مطاقيك، يلقاوني مطاقيك. واحد التحيه لواحد الاخ عبد الحق لوسيان كيجام. عبد الحق الله يسهل عليك اخويا، عبد الحق راه كيعز عليا من الناس الكبار، انا مولوه معروف اللهم بارك، خصوصا هو كيموت على حاجه الروش. اه عشاق الروش عبد الحق، ليه هو خصيصا شو هو غنطاقيو جميع مالي. احتراماتنا للجميع، غير عبد الحق صديق ديالنا وحتى المولوعين الاخرين الله يسهل عليهم. واحد واحد عزيز علينا والله يسهل، اللهم يسر. مازال عندنا فيديوهات مع اخويا أسامة فيهم بزاف ديال الولاعه. واحد القضيه، هذا الروش راه متاح، اللي بغاه غادي ندخلوا الصفحه ديال أسامة وتصيفطوا ليه ميساج. كيقدر يصيفط لك شي واحد ميساج في الصفحه ديالك، ما كاينش المشكل. مرحبا ايه، هذا السيدي راه عنده تقريبا عامين، قول النمره. عنده عامين بيديغري في الدم ديال تيميتشور، الدم ديال تيميتشور وبيديغري، يعني من خلال البيديغري يعني نقدروا نعرفوا والديه وجدوده وتريكشو. واش الاصل ديالو؟ واخا النمره ما عرفتش كلشي. مرحبا. هذه النمره ديال مولاه 06 16 63 76 17. غنعاودوها لكم باش تقيدوها، غادي نقولوها لكم غير بشويه. 06 16 63 76 17. اللهم يسر اللي بغاه يتواصل مع مولاه. غنشوفوا بعض اللقطات الاخوان، انا غادي نحاول هنا نقرب لكم الصوره. حكموا مزيان أسامة. انا اخوان شوفوا معايا، غنتولعوا معاكم وغتشوفوا معانا الكلب تبارك الله. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر للجميع يا رحمن يا رحيم. دابا غادي ناخذوا بعض اللقطات ديال أسامة، واخا ما كاينش شي علاقه وطيده ما بين الكلب وما بين أسامة، يعني لو كان مولاه غتكون حاجه اخرى. حنا مازال غنتولعوا مع أسامة. هربان في الدريساج ديال المالينو، شي حاجه هربانه. ايه تحيه لخوك، الله يجيبو على خير والله يسهل عليه. امين. نهار صافي حدو الوليدات ديالها غادي نجيبوها، غتشوف واحد الدريساج فيها اللهم بارك. اللهم يسر. تقدر تكون هي اشهر كلبه ديال المالينو ان شاء الله. ان شاء الله. الا كان الدريساج شتي لي كومود راه غنبقى نسكن عندك هنا بالفيديوهات. نشوفوا اللقطات اخويا أسامة. ومرحبا كلشي ديالك. الله يحفظك ليا. كاين داكس مع فيديوهات. داكس عاوتاني غنتولعوا. قول لي غنولعوا المغاربه كاملين واوروبا والهربه. حنا راه اطار الولاعه. مي مي با با با، يعني غنتولعوا اخو أسامة. المهم غنطاكيو الصفحه، راه غيكونوا فيديوهات مشتركه. غنولي نجي عند أسامة ان شاء الله، نشد تليفوني وتليفونه ونصوروا فيديوهات ونتبرعوا. وراه حنا كنتولعوا وفي الاخر راه كنبقاو كاملين خوت. وسعداش كان اللي قلبك زوين كتبغي الناس الخير، ومسمو بالقلب يموت بسمو خويا. اللهم يسر. سير أسامة ولعنا خويا. اللهم يسر. اللهم يسر. انا اخوان بوشي تبارك الله. بابوجي تسمع؟ واخا ماشي مولاه مول كليف ديسيبلين. اه وي، يعني يقدر يدي شي واحد غير بالماكله ان شاء الله فيه يحبو ياك. اه ويبقى يحك ليه. ولكن صعيب الرو شويه كيكون كاركتر شويه صعيب، باش اي واحد يقدر يربيو خاصو يكون فاهم ليه. اه خاصو يكون اللي ندوز الكلام، ندوز بزاف ديال الكليبات يقدر يتروج على واحد الكاركتر بشكل على الكلام. اييه خويا أسامة مرحبا. الكليبات دوز على راسك بزاف، ولكن هو عنده واحد الكاركتر باغي يربي ان شاء الله شي قص ديال الرو. اي ولكن الكاركتر على مولانا. سير خويا نشوفوا شي لقطات. تشوش لا ما كاينه. اللهم يسر. تبارك الله تبارك الله، الله يبارك الله يبارك. اللهم يسر. كتقولي الكلمه كتبقاش تعاودها مع هاد الكليبات.
دابا اش قلتي لي شيخ لوبجي؟ اللهم تبارك الله، اللي دعا بالخير راه كيجيب لي الله الخير هو الاول. فوالا اللهم يس. اللي بغا يكوبلي هو مرحبا. اللي بغا يكوبلي اسمع خويا. ما تكوبلي راه عنده العامين دابا كملها، واللي بغا يكوبلي راه مرحبا. ما كاينش المشكل. فهمت خلي بنادم يتولع يدي قدام القيه، كلشي ربي المليح ان شاء الله. هذا الشيء اللي بغينا خويا، شو الناس كيفاش كتبغي الخير، يدي الدم من قيه باغي يعطيك دم وباغي لك الخير، الله يبارك. وربي كيسهل على اي واحد كيبغي الخير الناس. انا اللهم يسر. يعني جاري مع لوبجي عارف ومازال في يدك. اوبي. فوالا. فوالا. اللهم يسر. كوش. دبو دبو. اللهم يسر. تبارك الله. ولا قباحه لا بارك علينا غير هادشي قباحه غير الصمته شويه. ها أه؟ عطاك الصمته سير هادشي اللي عارف نهبطو كل شي واحد عطاو المونشيط يخدم معاه. لا ماشي مشكل دابا غيكون فيديو اولي، مازال جايين فيديوهات زوينين. اللهم يسر. كلش بابوج تبارك الله. كما شفتوا الاخوان تولعنا مع خويا شي حاجه. المهم غنشوفوا شنو بغى يدير دابا اسامه. المهم اسامه راه جينا عنده راه حبينا، ما كاينش كرامه المشكل، ما كاينش المشكل. الناس زوانين هما هادو ديما بيبانهم محلولين. اللهم يسر. باش يدير لي شويه لاطاك عندك تطلق شي لعيبه ياك اخوان تنأكدوا. اللهم يسر. اللهم يسر. صافي حايد بارك عشير دابا شتلا. اسامه رساله اخيره خويا اسامه. اش نقول لك مرحبا. الله يسهل على الجميع. يسهل على الجميع اول حاجه. اييه. دخلوا عندك الصفيحه ديالك دابا يبقى عاقل على الاتاك ليه. لا ما تخافش كيف ديسيبلين فلوق ديسيبلين. ولكن انا حيت ما عنديش مع الكلاب. لا شوف تخافش كيف يكون دريسي. اييه. تخاف من ايه خويا. حاليا معايا انا وحاليا مع نور. شي كلمة أخيرة خويا. الله يسهل على أي واحد، الله يسهل عليك خويا حماد ولا حماد. حشيرة مادنا، دخلوا عند. كلشي يدخل على حمادة. دخل عندك الصفيحة ديالك. لايك كومونتاج بارطاج فيديو من العسل. غيتبل بلاد الله، حشي عجينا عند أسامة، راه ماشي أي أسامة. وي أه باقي الفيديوهات إن شاء الله جداد، باقي تبل بلاد باقي. ومعاك ومع الدري اللي داير نضيدراش، تا هو ظريف. تلاقيت معاه في قريعة. إبراهيم أخ إبراهيم. أييه إبراهيم، ناس زوينين. اللهم يسر. انا الخوش تبارك الله. يبغى شي حاجه مرحبا. اللهم يسر اي حاجه. فبدني باش بياسه مليحه نجيبو بياسه مليحه. اها كما قالت لي راس لي بغا كاين الدراري كنعرفو الدراري ممالي كبار. اها مرحبا توسطوا بيناتهم جيبو بياسه بغينا كلشي يتولع وتولع والنقاو المعقول. هادشي اللي بغينا بنادم كلشي يتولع. اللي خايب راه غيتورق معانا. الا كان شي واحد تيدير شي فعله تضر المولوع كون اكيد راه غنديروا ليه لاشويه مونديال. يعني راه حنا اي واحد بان لينا غلط غنبهوا الناس منه بعده منه. غنبقاو غير ديما نشجعوا الناس الزوينين ولاد الناس اللي كيتولع في اطار المعقول. تا هو مرحبا ما كاينش المشكل. الله كلشي غنتولعوا مع الخوش. اللي بغى شي حاجه راه مرحبا اخ حماده. اللهم يسر. راه بغى شي حاجه راه مرحبا. صيفطي ميساج وصيفطي الميساج باج ديالك. اي مرحبا خويا. بخير ان شاء الله والله يسهل. يلاه الله يحفظك خويا اسامه شكرا بزاف. خوش ما تنساوناش في لي لايك وفي لي جيم وفي البارطاج كيف العاده يا ساده. الروش راه مالك عنده ماليه ومازال نتولعوا بزاف ديال الكوليباج. اللهم يسر مازال غنزوروا بزاف ديال الناس زوينين ونقيين. واللي خايب وبان لنا ماشي هو هذاك نقول لكم بعدوا منه. احتراماتنا للجميع مشاهدينا الكرام. كنا مع خويا اسامه وش ولعنا الله يسخر الامور.